تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر وتهنئة من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب. ورفعت رئيسة مجلس النواب في البرقية أسماء الشكر والثناء إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة تفضل جلالته رعاه الله بافتتاح دور الإنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب. أكدت رئيسة مجلس النواب في برقيتها أن تفضل جلالة الملك المفدى بافتتاح دور الإنعقاد كان له أكبر الأثر في نفوس الجميع، إذ أن كلمات جلالة الملك المفدى الكريمة وتوجيهاته السامية مشاعر يستضاء بها على طريق الخير من أجل الاستمرار في العمل الوطني وتحقيق تطلعات جلالته أيده الله في خدمة الوطن والمواطنين، ونحقق لمملكة البحرين العزيزة ما يرجوه جلالته لها من عزة ومجد. كما أكدت معاليها أن دعم ومساندة جلالته الدائمة لمجلس النواب النابع من إيمانه العميق بمبادئ وأسس الديمقراطية سوف يشد من أزرنا ويقوي من عزيمتنا لكي يصبح المجلس أهلا لهذه المسؤولية أمام الله وشعب المملكة الوفي، سائلة المولى عز وجل أن يديم على جلالة الملك المفدى نعمة الصحة والسعادة وأن يديمه ذخرا للمملكة وقائدا لمسيرتها نحو التقدم والازدهار وأن يسدد على طريق الخير خطاه.